يجزئها ويشتتها ويقسمها الصوت الواحد يعني المشؤوم إلى أبد الآبدين، يعني كما فعل بنا منذ 93. فهنالك يعني عدة أشياء يمكن قولها في هذا المجال. أما بالنسبة للنظام الانتخابي الأمثل، لا يوجد وصفة سحرية، حتى يعني كل الخبراء الأجانب وكل الخبراء العرب وكل من نلتقي بهم والمنظرين في مجال الأنظمة الانتخابية، لا توجد لديهم وصفات جاهزة للأنظمة أو للنظام الأكثر ملائمة للأردن. علينا فعلا أن يعني أن يكون لدينا حوار وطني معمق وهادئ، ولا نسلق القانون سلقا، ولا يتم طبخه يعني على نار قويه بيوم مرة وليله. بست ايام او سبع نعم، ايام مثلا كما حدث في المجلس السابق. اكيد. ويعني هون بدي اشير لنقطه، انه فعلا قانون 2012 كان اول قانون دائم في عمر الدوله الاردنيه للانتخابات، وحدث في موافقه السلطه التشريعيه، واخذ الطريق الطبيعي في التشريع ودستوريا، الى انه يحتاج الى مراجعه. ونحن اذا اردنا ان نتقدم الى الامام، اذا اردنا مخرجات معينه مثل الحكومه البرلمانيه، علينا ان نبني ونؤسس لمدخلات محدده هي في القانون الانتخابي الجيد الذي يبني المجلس على اساس جماعي وليس على اساس فردي شخصي متعلق باشخاص ومتعلق ب 150 برنامج موجودات تحت القبه، او خلينا نقول 100 برنامج موجودات تحت القبه. وعلينا ان يعني ان نفعل ونطور ايضا نظامنا الداخلي الذي انتهينا منه، والذي اسس فعلا ومأسس لاول مره في الحياه الاردنيه داخل البرلمان لما يسمى بالكتل البرلمانيه. جميل. كل هذه الامور يجب ان ناخذها بعين الاعتبار اذا كنا نريد ان نصل الى الحاله العالميه في التبادل، في تداول السلطه، في وجود حكومه وحكومه ظل او ائتلاف حكومي او ائتلاف معارض. جميل. على ان يقوم النائب بدوره على وهذا اكمل ما أشار وامثل الوجه. نعم، وهذا ما اشار له جلاله الملك في افتتاح البرلمان عندما تم انتخابنا لاول مره في الدوره الغير عاديه المنصرمه. نعم، معنا اتصال. استاذ امين العمري، مساء الخير. مساء الخير اخ عرفات. حياك يا سيدي، يا هلا. يسعد مساك انت وضيوفك المحترمين، وخاصه الاخت وفاء. اهلا بك. يا هلا يا هلا. لو سمحت كم سؤال، وخاصه للاخت وفاء. تفضل يا سيدي. اخت وفاء، هل عندك قناعه للاسف معركه رئاسه مجلس النواب غدا سوف تكون حقيقيه نزيهه وديمقراطيه، وينجح فيها الذي يستحق ويفوز بدون لف ودوران ومقايضه؟ واعتقد انه المال السياسي سوف يتدخل في انجاح رئاسه مجلس النواب غدا وتعيين المكاتب للمكتب الدائم. هذا السؤال الاول. ونعرف احنا بالمجلس السادس عشر اخت وفاء عندما الشق الثاني استاذ امين مجلس النواب بفارق صوت واحد، وكيف قبل الانتخابات هي 500 موظف في مجلس النواب السادس عشر زياده في المجلس. السؤال الثاني، نعم، هل دور رئاسه مجلس النواب وخاصة رئيس المجلس النواب له علاقة في إنجازات النواب التي تهم الشعب من قوانين وتشريعات؟ السؤال الرابع، هل عندك قناعة بأن الحكومة والديوان الملكي لا يتدخل غدا في إنجاح رئيس مجلس النواب، وعندك خبرة بهذا الحكي؟ خمسة، هل سوف نرى الأخت وفاء بني مصطفى سوف يكون لها دور ونصيب في المكتب الدائم غدا بمساعدة الرئيس أو نائب الرئيس الأول أو هكذا في المكتب الدائم؟ وشكرا لكم. شكرا 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 لك. معنا الأستاذ صالح نابلسي، مساء الخير. أستاذ عبد الله معناته، أستاذ عبد الله سلامات. ألو، مساء الخير. يا هلا يا هلا بصديق البرنامج. هلا أستاذ عبد الله. عبد الله السواعي يا سيدي، والله يعطيك العافية. أهلا أهلا، يا هلا، حي الله، تفضل أستاذ عبد الله. بمسي عليك وبمسي على سعادة النائب وفاء بن مصطفى وعلى الأستاذ مصطفى أبو رمان. الله يسلمك. مساء النور. كل عام وأنت بخير. مساء النور. يا هلا يا هلا. يعني يا سيدي كمان أنا أسئلتي موجهة لسعادة النائب الأستاذ وفاء بن مصطفى، اللي هي حقيقة من النواب الجريئين واللي إحنا نحترمهم ونقدرهم. إحنا أنا بعرف إنه الست وفاء يعني هي
ده يعني في ضمن كتلة حزب الوسط الإسلامي. نعم. بعرف أنه في العام الماضي كان يعني تصويته للدكتور محمد الحاج، بس أنا بدي رسالة توصلها لأعضاء مجلس النواب. يعني سؤالي للأستاذ وفاء أنه أنتم منتخبين من الشعب الأردني. نعم. والشعب الأردني يا سيدي ملوا رئيس مجلس النواب، ملوا رئيس مجلس النواب الحالي، يعني ملوه ملو. والله العظيم أنا كمواطن مليت شفته على التلفزيون رئيس مجلس النواب الحالي. فلذلك احنا بدنا من الدماء جديدة، بدنا رئيس مجلس نواب هيك من الشباب النواب الجداد، من اي نائب. فلذلك احنا ملينا رئيس مجلس النواب الحالي، واحنا اذا في عنا ديمقراطية مضبوط بنقول كمان وين الحكومة المنتخبة، يعني بيقولوا حكومة الدكتور عبد المنصور منتخبة. ما هو هذا قانون الانتخاب المحكي فيه او من مجلس النواب. نعم نعم، شكرا استاذ عبد الله، شكرا لك. نعم شكرا لك. الاستاذ صالح معنا، صالح نابلسي، شكرا لك، شكرا لك. استاذ صالح، استاذ مصطفى. نعم استاذ مصطفى، انت خط تجربة الترشح للانتخاب قبل هيك بتوقع خطة في دورة من ودورة استثنائية اتوقع؟ لم اخذ التجربة. كنت انوي الترشح للدائرة الاولى بعد ان شغل المقعد بعد فصل طلال الشريف. نعم، لماذا لم تأخذ هذه التجربة؟ بما أنه بنحكي عن قانون الانتخاب وأنت نعم. يعني من المعارضين لقانون لم الانتخاب. لم أخذ هذه التجربة لأن أحد نواب الدائرة الأولى وهو ثقل كبير أتى بشخص من الدائرة الخامسة وأعطاه. تحكي لنا إذن عن دور المال السياسي في نعم. في هذا القانون، قانون الصوت الواحد. يعني أنا بدي أحكي قانون الصوت الواحد هنا في مفاصل مهمة جدا نتحدث فيها. بدي أحكي لسعادة النائب نعم. والكلام موجه للمشاهدين ولحضرتك أستاذي. تفضل. يعني سمعنا عن إحنا يعني ساءنا ما جرى في مجلس النواب، ولكن مجلس النواب لثاني مرة أعتقد بتاريخ المجالس البرلمانية يقوم بفصل نائب. أعتقد أول نائب فصل كان هو شفيق رشيدات بالمجلس السابع أو السادس لا أذكر، والقرار الثاني كان بفصل النائب طلال الشريف. رحت إلى ذهبت إلى مكان التسجيل للمرشحين، ففوجئت بوجود شخص اقتصادي كبير يملك جامعات ومدارس ومستشفيات واستثمارات خارجية واستثمارات أجنبية ومن سكان الدار الخامسة. فوجئت بوجوده وسألته، قال لي أنا بدي أرشح حالي بالدار الأولى. قائته بالدار الأولى ولا شخص، يعني هو هويته مسجلة بطاقته الانتخابية بالدار الخامسة وأهله وجماعته كلهم. لما سألت قالوا لي جابوا فلان ينزلوا بالمقعد الشاغر. بعدين عرفنا انه في بينهم عطاءات وفي بينهم مصالح كبيره ومشتركه، مش خوف لكن يعني مش في ما في مجال للمغامره بهيك موضوع. صرفت النظر، وهذا كلام يعني احنا انا معي امانه بدي اعطيها لسعاده النائب وهي تحمل ثلاث رسالات اختنا الكريمه. اليوم يبدو عليها العبء كبير ايضا في مجموعه اسئله قد تتدخل في موضوع الحلقه. هي محاميه قبل ان تكون نائب، تحمل رساله ضمير القانون وتحمل رساله مقدسه وهي تمثل الشعب وهي نائب وطن، ورساله الارض وهي بنت الوطن، رساله الوطن. هاي التجاوزات اللي يعني احنا بنحاسب المرشح وفي قانون بحكمه انه ممكن تلغي ترشيحه وممكن ينسجن اذا استخدم المال السياسي او المال الفاسد. مين بحاسب النائب بهيك ظروف؟ احنا ما كناش على موعد بفصل النائب طلال الشريف، لكن طرأ هذا الشيء. وبالمجلس السابع عشر اظن اختنا بتعرف انه في ثلاث مقاعد شغرت. في مقعد بالكرك بالدار الرابعة، وفي مقعد بعد وفاة النائب المحسيري الله يرحمه واللي صار عليه جدل، وأحد المحامين أعتقد رفع قضية في المحكمة الدستورية وانتهت بتاريخ 13 أعتقد. نعم. لكن أعتقد أنه المحكمة الدستورية ما حسمت الموضوع، تركت الباب موارب شوية. نعم الرد كان شكلي.
هلا بنحكي في شكلي. الموضوع اللي اثاره نعم. الرد كان نعم. شكلي يعني الباب يعني ممكن انه يعني مفتوح الباب لاعتراضات ثانيه. الرساله اللي بحطها او الامانه اللي بحطها بين ايدين اختنا الكريمه سعاده النائب يجب ان يكون هنالك قانون داخلي لمجلس النواب يحكم ويضبط هاي الامور. باتت الامور واضحه يعني لدرجة انه هذا النائب بروح على الاجتماعات ويلتقي بالناس ويتحدث البيان الانتخابي بدون وجود المرشح. وهذا المرشح يتعامل مع الناس باستعلاء. تجوز او لا تجوز في الترويج او الدعاية الانتخابية. اذا كان النائب يحاسب الوزير ويحاسب المسؤول اذا قام بتعيين احد اقاربه بوظيفة من الدرجة الثالثة فمن يحاسب النائب؟ جميل. اتمنى ان يكون جواب بحجم السؤال من ساعات ال ان شاء الله. الان بننتقل بي 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 هاي اسئله كثير بدك تعطيني وقت راح اعطيكي وقت منيح بس اخذ اخر اتصال يبدو ايضا اخر نعم. اتصال الان يعني معي فايز العوامري مساء الخير. فايز العوامري مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا هلا تفضل يا سيدي. يا هلا حي الله يا هلا ابى اصبح عليكم واصبح على الضيوف كمان اللي معك. حي الله حي الله مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا سيدي. انا حاب اقول لكم انا زلمه تخطيت 18 سنه. كيف؟ ها زلمه تخطيت 18 سنه. نعم نعم. وحاب كنت اني انزل انتخابات. نعم. بس يعني من راي الشارع وراي العالم والناس والاهل والدنيا كلها بتقول انتخابات بطل زي انتخابات زمان بالنسبه للغش وما الغش اللي صار فيها والحكي هذا التزويرات اللي بتصير فيها. فانا حابب اني اسمع رايكم انتم يعني بالحكي هذا. ويعني اقول للاستاذ مثلا مصطفى يقول لنا شو يسوي ساعات النائب برضه يعني شو انه يشرحون عن وضع النواب هسه عندنا بهالبلد. شكرا استاذ فايز شكرا شكرا. سعادتك هنا انا قبل ان اتوجه ب المحاور الكثيره التي طرحت نحن نطالب بقانون انتخاب عصري. قانون انتخاب حقيقي يستطيع أن يفرز الأكثر كفاءة وأن نقول يعني دائما مش جبنا الذي نعلق عليه أخطاءنا دائما أن شمعة خيرا أن تلعن الظلام أو أن نعمل الآن خيرا أن لا نعمل. ما الذي ينقصنا الآن في هذا المجلس رغم أنه وصل على أنا بعتبره قانون الصوت الواحد حتى وإن طعم بمسألة القوائم المغلقة أو قوائم الوطن. الآن في كثير من الأحيان لم يصل النائب الأكثر كفاءة نظرا لترشح مثلا بيطلع لك أربع أشخاص ترشحوا في دائرة عددها السكاني عدد سكانها أكثر أحدهم طبعا بدنا اثنين من الموجودين الأول ممكن يأخذ له 20,000 صوت والذي يلي مباشرة قد يأخذ 4,000 صوت ويفوز تمام وقد لا يكون الأكثر كفاءة نتاج كنتاج طبيعي لقانون الصوت الواحد. الآن ضمن هذه التفاصيل لماذا لا يناضل النواب الحاليين لفرض ولتشريع ولسن قانون انتخاب يتواءم أو يتلائم وكله يعني في عندكم مجموعة مميزة جدا في هذا المجلس عندهم القدرة على التقديم هو الأفضل. فهون احنا مش طالعين فقط بدنا نحكي انه يعني سلبيات هذا القانون فقط لا بدنا حلول أكيد. يعني أستاذي الفاضل هي المسألة مسألة بأنه نحن يوجد لدينا قانون الانتخاب هو جزء من العملية الانتخابية. جميل جميل. لديك كمان الميول الشعبية ميول الناس هل تستطيع أن تقنع الناس في كل الأماكن بالانتخاب فقط على أساس الكفاءة؟ يعني فلنكن منطقيين مع أنفسنا ومع ناسنا يعني ولنفتح هذا الملف واضحا وعلى مصراعيه. في كثير من الأحيان ننتقد مخرجات نحن الذين ساهمنا في إخراجها وفي إنتاجها. هل هذا الكلام صحيح أم لا يا أخي؟ جميل جميل جميل. يعني إحنا جميل. في كثير من الأحيان الكثير يقاطعون أو لا يشاركون أو لا يكون لديهم القدرة على حتى المغامرة أو الذهاب إلى أو حتى المشاركة وبعد ذلك يعني نقول مخرجات قانون الانتخاب هل هؤلاء نزلوا علينا من السماء؟ أنا بحكي عن آخر انتخابات. جميل. خلينا نكون منطقيين بديش طبعا. أقول لك عن الانتخابات اللي كان يجي المرشح ويقول اسمي موجود بقائمة الناجحين ولا بقائمة الراسبين
أنا بدي أحكي عن آخر انتخابات رفعت الأجهزة إنه كان فيها جزء من الشباب. يعني مش جزء، يعني كان الاستثناء هو التدخل والتزوير. يعني لا أقول لك بأنه ما كان